أهلا بيكم متابعين قناة مصر الآن. قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار. مترجم فايلر: الحكم طردني بسبب تصرف عبد الحفيظ. وإليكم تفاصيل الخبر. كشف عمرو محب مترجم السويسري رينيه فايلر المدرب الفني لفريق النادي الأهلي أن حكم لقاء فريقه أمام كانوسبورت الغيني قرر طرده عقب التصرف الذي قام به مدير الكرة سيد عبد الحفيظ. وأضاف مترجم فايلر في تصريحاته عبر شاشة الأهلي: بين شوطي المباراة اتجه سيد عبد الحفيظ للحكم لينتقده، وذهبت مع عبد الحفيظ للتركمة، إلا أنني رأيته يتحدث بالإنجليزية مع الحكم. وتابع أيضا: الحكم قرر إعطائي بطاقة صفراء، إلا أنني أكدت له بأنني مترجم ليقوم بعد ذلك بطردي، وبالطبع كل الاحترام والتقدير له. وكان عمرو محب تلقى بطاقة حمراء بين شوطي المباراة ليستكمل اللقاء من المدرجات. واستطاع الأهلي أن يحقق فوزا عريضا على حساب كانوسبورت بأربع أهداف دون رد في إياب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ليصبح مجموع المباراتين 6 أهداف دون رد. ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل ضمن الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري. الأهلي كان افتتح مشواره في المسابقة المحلية بالنسخة الجديدة 2019-2020 بالفوز على سموحة بهدف دون رد، جاء عن طريق رمضان صبحي. وفي نهاية الفيديو، لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار.